وفي ذات القطاع دائما، حيث أخلط قرار نقل تلاميذ من متوسطة مهددة بالسقوط إلى ابتدائية حسابات الأولياء، وأربك التلاميذ المقبلين بعد أيام قليلة على الامتحانات الفصلية. والتفاصيل مع أمل عباس ومحمد سعداوي. قرار مديرية غرب الجزائر بنقل تلاميذ متوسطة الغرناطي إلى ابتدائية طارق بن زياد بعين البنيان بالعاصمة جاء كالصاعقة على أولياء التلاميذ بعد الوضع الكارثي للمتوسطة المهددة بالسقوط في أي لحظة. قرار كارثي، قرار رجعي، ولا كان بنتي ولا وليدي يقرأ 20 ولا 30 في القسم يولي 50، هذه واحدة كارثة واحدة. وكاين كاين انعكاس واحد آخر، كاين دوك تلاميذ في الطور الابتدائي دائما يبكيو باش كيلقى روحو في قسم واحد آخر مع أستاذة واحدة أخرى. الداخل مكسرة كاع تواقي، ما منحيين كاع ما حبوش كاع يسقموهم، خلاوها كاع هكذاك. حنا دوكا كي قالوا لنا يسقموهم راهو هبطونا، كنا الفوق هبطونا حتى لتحت نقراو مع دراري صغار، وداو البريمير المسيد الاخر وحنا خلاونا هكذا. هذا الدمج بين الطور الابتدائي والمتوسط وخصوصا في فترة الامتحانات يضع التلميذ في وضع صعب. الدور الاول ممنوع يدخلت مع الدور الثاني، كاين وسائل واحد اخرين، بلدية عندها لي موايا، عندها كيران تاع التضامن، عندها بزاف عفايس، كاين لي شي ماشي بعيد مغلوق قادرين يديروا معاه. ماني حاب المستوى تاعي يطلع ما عاودش يهبط، سيك مباسي ما عاودش نولي نقرا مع بريمار، خاطر قريتها فوت ديجا الكلايس ضيقين وما كاش وين تقعد، وزيد كلاسات معمرين بزاف والتلاميذ كاين بزاف. مدارس أيلة للسقوط والامتحانات على الأبواب، وقرار نقل التلاميذ في هذا التوقيت يخلط الحسابات، كل هذا يؤثر حتما على التحصيل الدراسي للتلاميذ.